الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المستمعين، أبناء الطلبة والطالبات، نبدأ الآن في دراسة وحدة أخرى من وحدات مقرر المذاهب الفكرية المعاصرة. وفي هذه المرة نقف على حقيقة جد خطيرة تحتاج إلى بيانها وإبرازها وإلى كشف اللثام عن حقيقتها أو عن وجهها القبيح، إنها حقيقة التنصير. هذه الوحدة تؤكد على أن التنصير يعد من أخطر صور المذاهب الفكرية الموجهة لبلاد المسلمين وثقافتهم. إنها من الصور التي تلبس للناس مسوح الضأن من اللين، ثم إنها في واقع أمرها تحوي قلبا مليئا بالحقد الدفين والكره لحقيقة الإسلام وعقيدته. إن التنصير دعامة كبيرة من دعائم الحروب الفكرية، وخطر حقيقي يهدد الإسلام والمسلمين منذ زمن بعيد. والتنصير اليوم أعزائي الطلاب يمثل أكثر خطرا وأكثر نشاطا من أي وقت مضى، حيث وصل إلى خليج العرب واقترب من بلاد الحرمين، حرسها الله عز وجل وحماها من كل كيد الكائدين وحقد الحاقدين. كما أن للتنصير أهداف خطيرة يعتمد وسائل مؤثرة ومتجددة وتنهض به دول الغرب جميعا، ويتلقى التنصير دعما ماديا غربيا يقدر بمليارات الدولارات ليواصل مسيرته ويحقق أغراضه غير النزيهة في عالمنا الإسلامي. إذن التنصير خطير، فماذا عن أمر التنصير؟ وماذا عن كشف هذه الحقائق التي حملتها هذه السطور؟ يأتي الجواب عن ذلك في هذا الدرس الأول من دروس هذه الوحدة، وحدة التنصير. التنصير علاقته بالتبشير ومراحل نشأته في بيئة الغرب وانتقاله إلى عالمنا الإسلامي، هذا هو الدرس الأول. ولهذا الدرس عناصر عدة. العنصر الأول سنتناول فيه تعريف التنصير والتبشير. العنصر الثاني سنتناول فيه العلاقة بين التنصير والتبشير، ونختم بإبراز تاريخ التنصير ومراحله بصورة موجزة. أما عن النقطة الأولى وهي تعريف التنصير، فالتنصير في اللغة هو الإدخال في دين النصارى، فالمنصر يسعى دائما إلى أن يدخل الناس في دين النصارى، هذا معنى التنصير. وفي الاصطلاح التنصير هو حركة دينية سياسية استعمارية. وانظر عزيزي الطالب إلى هذه القيود في التعريف، إنه حركة، وهو كذلك حركة دينية تنسب إلى الدين أو أنها تتزيى بزي الدين، كما أن التنصير حركة سياسية. ولتعلم عزيزي الطالب أنه ليس حركة عسكرية، وإنما هو سياسية استعمارية، أي تهدف إلى استعمار العالم الإسلامي ذهنيا وعقديا ودينيا، غريبة على عالمنا الإسلامي. فقد بدأت، وهذا هو بداية نشأة التنصير في الغرب، بدأ التنصير بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية، بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة والمسلمين بخاصة، بهدف إحكام السيطرة على تلك الشعوب. هذا التعريف يشتمل على بيان حقيقة التنصير، كما يشتمل على متى بدأ التنصير والهدف الذي يسعى إليه التنصير. هذا هو فحوى النقطة الأولى من نقاط هذا الدرس. التنصير تعريفه لغة واصطلاحا، فماذا عن التبشير؟ التبشير هو من البشرى والبشارة، يقال أبشر أي أخبر، أي اعلم أنك على الخير، والمقصود به الإخبار بما يفرح ويدخل السرور في القلب. ولكن حال المبشرين الصليبيين قد حولوه إلى ما يخدم أهدافهم، فمن منا كمسلم أو كإنسان عموما لا يؤمن بفكرة البشارة؟ أو من منا لا تهوى نفسه البشارة؟ الكلمة جميلة،
لكن فحواها جد خطير على عقيدة المسلمين. في الاصطلاح التبشير هو الدعوة إلى النصرانية ومحاولة دفع الناس إلى الدخول فيها بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة. هذه الكلمة تقف بك عزيزي الطالب على الفرق الدقيق بين التبشير والتنصير. إذن ماذا عن هذه العلاقة بينهما؟ إن العلاقة بين التنصير والتبشير تؤكد على أن الصلة بينهما وثيقة، حتى لكأن أحدهما ظل للآخر. فالتبشير هو التنصير شكلا لا مضمونا. الفرق الدقيق أن النصرانية يجتهد في فرض النصرانية بصور متعددة، تارة بلباس التنصير صراحة، وتارة أخرى بلباس التبشير القائم على بث البشارة والتفاؤل والبسمة البراقة التي يدفنون تحتها العداء للإسلام. العلاقة إذن وطيدة من حيث الهدف، لكنها من حيث الشكل تختلف، فليس هناك فرق بينهما كبير، وإنما فرق في الوسيلة الأدائية لتحقيق هدف التنصير. النقطة الثانية تاريخ التنصير ومراحله. أما عن التنصير فقد قلنا إنه بدأ بالظهور إثر الانهزامات التي مني بها المسلمون طوال قرنين من الزمن، 11 و12 للميلاد، وفي هذه المرحلة عملت الحركة التنصيرية على الاستيلاء على بيت المقدس، ثم تطورت حركة التنصير عبر مراحل مختلفة. هذه المراحل كانت تهدف أهدافا خبيثة حشدت طاقاتها المادية لتحقيقها، وحمل لواءها شخصيات ذات جهود كبرى في حركة التنصير. وهذا ما يشدنا الآن دوما كعادتنا في الدراسة إلى ترتيب الأمور. أما وقد وقفنا على بداية التنصير، ووقفنا على مفهومه، ووقفنا على حركاته، فمن هم القائمون بذلك؟ إن أشهر المنصرين القائمين على التنصير في عالمنا الإسلامي توضحها الصفحة التالية. إن من أخطر دعاة التنصير ورجاله لويس التاسع ملك فرنسا، ذاك الذي يعتبر العمدة في التنصير والعمدة في نشر الفكر النصراني في عالمنا الإسلامي، كذلك روجر بيكون، ويعتبر هذا أيضا من دعائم التنصير في عالمنا الإسلامي، وريمون دولول. كل هؤلاء يمثلون طفرة كبرى وعمدا أساسية لنشر التنصير في عالمنا الإسلامي بما كانوا يمتلكون من قدرات فكرية وذهنية ومكانة في المجتمع الأوروبي الغربي. كذلك ونحن نقف بك عزيزي الطالب، لا بد أن نقف على هنري مارتن، وهذا يعتبر من أهم الأسس والدعائم التي قام عليها التنصير كذلك. وإليك صامويل زويمر، هذا الرجل الذي كان يمثل خطورة ضخمة وانطلقت بتعاليمه وأفكاره يد الاستعمار الذهني التنصير في عالمنا الإسلامي. ولا ننسى أبدا لويس ماسينيون الذي كان يمثل إحدى دعائم التنصير في الغرب لنشره في بيئة المسلمين. ومن هنا نقف على المجلس الأمريكي للتبشير كذلك، الذي كان يمثل أهم دعامات التنصير، إذ إن التنصير يحتاج إلى أيد قوية ويحتاج إلى دافع قانوني يخدم أهدافه ويحقق قوته، إنه المجلس الأمريكي للتبشير. وأخيرا جمعية الكنيسة البروتستانتينية، تلك التي كانت تمثل الانطلاقة الكبرى للتنصير في عالمنا الإسلامي. تلك إذن إطلالة سريعة على أشهر المنصرين وقد تغير وجههم ولبسوا الآن أزياء مختلفة، و أصبح للتنصير دعائم أخرى وشخصيات كبرى في عالمنا الإسلامي يستطيع الباحث أو الناظر أو الطالب الوقوف عليها سريعا. وماذا عن أهداف التنصير وحقائقه الأخرى؟ ذاك ما ستحمله الشرائح التالية.